لكل مشاهدي قناة الدوري الكاس بكل مكان. طبعا ما نقدر نوصف فرحة العراقيين اليوم بهذا الفوز المستحق على كوريا الشمالية بهدف واحد. وسوف نأخذ آراء العديد من المواطنين من الجماهير المتواجدة هنا. بالبداية نشوف شنو رأيك بالمنتخب العراقي ورأيك بأداء المنتخب. أول شيء نقول مبروك وألف ألف ألف مبروك للشعب العراقي هذا الفوز، وكان أداهم رجولي ونفسية طيبة دخلوا بيها، لأنه كانوا بديش اللعبة نفسيتهم طيبة، والحمد لله على هذا الفوز. ومبارك بالأردن وقطر بصعودهم، وإن شاء الله نتمنى يا ربي يكون النهائي خليجي إن شاء الله خالص وعربي. شو تقول أنت المنتخب؟ شو تقول؟ مبروك. شو تقول؟ قول مبروك. يلا يلا ناخذ رأيك. ألف تهنئة خالصة من صميم قلوبنا إلى الشعب العراقي الكريم بهذه الفوز العظيم اللي حققه المنتخب العراقي. راجينا من الله إن شاء الله تكون نهائي الشعب للفريق العراقي البطل، وتكون النهائيات عربي عربية مخلصة. ألف ألف تحية للشعب العراقي البطل بهذا الفوز العظيم. شكرا لك. أهلا عباس، الله يساعدك. تحياتي للعرب أولا وللخريج وللفريق العراقي وللشعب العراقي وللكابتن خالد جاسم وضيوف الاعزاء والحبيب الغالي وميض منير. ان شاء الله يوصل بعده، يبرج بعده ان شاء الله. حبيبي عباس مبروك، مبروك لكم ومبروك للشعب العراقي ومبروك للجماهير اللي ازرت من بدايه اللعبه، ومبروك لكل ان شاء الله، وان شاء الله نتمنى قمه عربيه ان شاء الله. نهني الشعب العراقي بهذا الفوز، ونقول ان شاء الله الكاس عراقي ان شاء الله. شلون شفتي اداء المنتخب اليوم؟ والله كان جدا رائع جدا رائع. معنا ايضا السلام عليكم. اول مره اقول مبروك الفوز المنتخب الوطني، وان شاء الله هذا الكاس اللي احنا ناخذه ونجيبه للعراقيين. هاي الفرحه ما اعرف شلون اعبر عليها، الشعب العراقي فرحان. شوفون هاي الحشود الجماهيريه اللي حاليا تنتظر المباراه. هذا الفوز مثل الشعب العراقي وان شاء الله يمثلنا دوم ان شاء الله. شكرا شكرا للموجودين كلهم. طبعا خالد اللي حاليا الافراح بالشارع، يعني لو بها مجال الشباب يشوفوا، خلونا نشوف الشارع، الافراح يعني ملأت الشارع، الازدحامات متواجده بالشارع بكثره، خرجوا لتهنئه المنتخب العراقي بهذا الفوز. يعني هاي لقطات من الشارع العراقي، هاي منطقه الكراده حاليا، هاي المنطقه ماشي. هاي قناة السامة.